الخطة المرورية لاستقبال بطولة الرجل الحديدي للشرق الأوسط. سيبدأ السباق في تمام الساعة 6:26 صباحاً وينتهي في تمام الساعة 11:30 من صباح نفس اليوم. ينطلق السباق من منطقة خليج البحرين من نقطة البداية بالقرب من فندق الفور سيزون وباتجاه الإشارة الضوئية بالقرب من المرفأ المالي الذي سيشهد خروجهم على شارع الملك فيصل ومروراً على تقاطع كوبري الفاروق باتجاه تقاطع كوبري ضاحية السيف مع ترك المسار الأيمن والأوسط للمركبات العامة ووصولاً إلى تقاطع كوبري البديع باتجاه تقاطع شارع خليفة بن سلمان الكوبري الأوسط متجهين مع الدراجات إلى غاية أعلى دوار شارع الشيخ خليفة بن سلمان مستمرين معهم باتجاه تقاطع نفق 6 ووصولا إلى تقاطع نفق 14 لشارع الشيخ خليفة بن سلمان مع المتسابقين إلى غاية أسفل تقاطع كوبري 18 شارع الشيخ خليفة بن سلمان ووصولا إلى كوبري الزلاق ومن ثم نزول المتسابقين إلى أقصى اليمين حيث تقاطع نادي راشد للفروسية الذي سيشهد الدوران العكسي حيث سيمر المتسابقون بشارع الجامعة متجهين لشارع خليج البحرين وصولا لتقاطع حلبة البحرين الدولية فتقاطع العرين ومنه إلى دوار بلاج الجزائر والعودة بعد ذلك على نفس نقاط السباق المذكورة سابقا من الزلاق إلى خليج البحرين عبر شارع الشيخ خليفة بن سلمان مروراً بكل التقاطعات الرئيسية المذكورة سلفاً.